يدرك كل صاحب عمل أن مواصلة التطوير تتطلب الاستعداد التام للخوض في مسارات جديدة. بدأت رحلة توجهنا نحو التنويع في أعمالنا بعد ما أعطتنا شركة بتروفاك الثقة لتنفيذ إحدى مشاريعها في مجال النفط والغاز هنا في صلالة. توقعنا بداية أن شركة بتروفاك بتتعاقد مع شركة متخصصة في مجال النفط والغاز لتنفيذ المشروع، إلا أنهم اختاروا العمل معنا كوننا نملك إمكانيات متخصصة في مجال الأعمال المدنية وبسبب تواجد العديد من التحديات في هذا المشروع. لدينا الموظفين الأكفاء والمهارات المتخصصة والمعدات اللازمة التي تساعدنا على تحقيق ذلك. إن العمل في مجال جديد مثل مجال النفط والغاز والتعاون مع شركة بتروفاك بكل خطوة يشكل فرصة كبيرة بالنسبة لنا. احتفل فريق العمل بإنهاء أكبر عملية صب خرسانة في تاريخ شركة بتروفاك، وذلك بعد 14 ساعة عمل متواصلة. تصور المشهد، كان لدينا ما يقارب 220 شاحنة لخلط الخرسانة مصطفى واحدة بعد الأخرى لضمان استمرار العمل. المهمة لم تكن سهلة وشكلت تحدي كبير لنا، ولكن لم نسمح للضغوطات بالحد من عزيمتنا والتأثير على الخرسانة. بالتأكيد العمل مع شركة بتروفاك فتح آفاق جديدة أمامنا، ورحلة نجاحاتنا مستمرة. بتروفاك وشركة خليج عمان بالأساس الراسخ تتحقق الإنجازات.